فهو اكيد اللي قال كده قال كده واجبه يعني. يعني انا اقصد ان ايه، طول ما انت موجود في مكان ما انت هتقول ان هو احسن بالظبط يعني، صحيح مش هتعمل حاجه ثانيه. هقول لحضرتك على حاجه برضه، لو يعني المقارنه ما بين الناس اللي بتقارن ما بين البطوله دي والبطوله دي، النهارده نادي الزمالك خسران من جور ماهي الكيني. جور ماهي الكيني ده اصلا كان في الاول في دور ال 32 كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا. مظبوط. خرج من مين؟ خرج من لوبي ستارز اللي هو متزيل مجموعته دلوقتي حاليا في مجموعه الوداد وصن داونز واسك. فده فرق شاسع. صحيح. ما بين البطوله دي والبطوله دي. تخيل لما الفريق ده يخرجه الفريق اللي هو متزيل مجموعته دلوقتي.